هل مقاطعة الانتخابات ستعدل من الوضع شيء؟ أم أنها تكرس الوجوه المفسدة والأخرى التي لا تستطيع تقديم شيء للمواطن ويبقى الحال على ما هو عليه؟ بالتأكيد الإجابة الثانية هي الأدق، كون المقاطعة يحرص عليها المفسد والسارق ومن اتخذ مقعده ومنصبه أداة للانتفاع المالي والوجاهة، ولأنها ستسمح لهم بالبقاء متسلطين على رقابنا. فإذا علينا أن ننتخب لممارسة حقنا الدستوري والديمقراطي لاختيار من يمثلنا ويحرص على خدمة العراق وشعبه، ولإخراج المفسدين من العملية السياسية وإبعاد المتقاعسين والمتخاذلين عن أداء واجبهم. يجب أن ننتخب من أجل مستقبل أبنائنا وحقوق الشهداء والجرحى الذين روت دماؤهم تراب العراق، ولإيجاد الأصلح الذي يساهم بتوفير الخدمات لإعمار المدن المدمرة والمتهالكة ويجعل بلدنا مزدهرا. ننتخب لأن المقاطعة سترهن مستقبلنا للمجهول وتجعلنا على مر الأربع سنوات القادمة نادمين. إذن علينا المشاركة الفاعلة بالانتخابات وحث الجميع على تحديث سجلهم الانتخابي، فصوتنا مسؤولية.